كنت موجودة في نفس اليوم. اه كنت جنبها. وميرا كانت معانا في الكنيسة. ميرا كانت موجودة جوه؟ جوه. بس نشكر ربنا، ربنا حماها تماما. وكانت يعني كانت جوه فين يعني؟ صاحبتي اسمها جيسكا في الكنيسة، كنت بحبها قوي. كنت لقيتها في القداس، أول قداس يعني أحضر فيه معاها. هي كنت بحبها، فكنت معاها هي عشان كانت لابسة كلون وحاجة. فقالت لي تعالي نلبس الشوزة بتاعتها. لا مش بره. هو باباها شماس، تمام. فعشان كده راحت عنده تلبس الشوزة. بعد كده هو قفل على الباب الكبير اللي في الوسط البسطاني ده. بعدين فجرت في حاجة كده صليب. ففي هنا مربع وهنا مربع وهنا مربع وهنا مربع. المربع ده بقى اتكسر فوطينا وطلعنا منه. فهمك. بعد كده جيسكا لقت بابا عند الباب، وانا لقيت مامتي عند باب البنات. ما هو لقى الباب، هي لقيته في الباب اللي احنا بنخرج منه الكنيسه. تمام. بس ميرسي خالص، ده انت فاكره حاجات حلوه خالص، انت بتفتكري كويس. ايه بقى المربع احنا مربع هي الاول جيسيكا ده مش قداسهم خالص. خالص عمرهم ما جم حد ابدا قداسهم الجمعه. فعشان كده ميرا كانت بتقول دي اول مره اشوفها في قداس جيسيكا. فحتى ما بقابل مامت جيسيكا من صفاء، هي من صفاء يعني ربنا يشفيها، من المصابين يعني. فبنقول لبعض او ما بنتكلم في التليفون بنقول لبعض احنا مش عارفين مين اللي انقذ مين، ميرا اللي انقذت جيسيكا ولا جيسيكا اللي انقذت ميرا. فهي راحت لباباها، وبعد كده وهم راجعين عند الباب الوسطاني، الباب الوسطاني حاجه لو شفت هتلاقيه متقسم بصليب لاربع ارباع، ففي ربع منهم اتفتح مع الانفجار. أيوة. انا قصدي اتكسر فخرجوا منه بره، ولا ميرا ولا جيسيكا فيهم خدش. يا حبايبي. اه بالظبط. ده حفاظ. ده حفاظ 100%. ده حقيقي. فعلا انا برضه لما هي كانت بتقول لي في الاول اللي فهمته ان هي خرجت بره خالص. لا فوجئت بقى الكلام بتاعها. يا خرجت من المربع. اه. يا ده ربنا فتح طاقه عشانك. بالظبط. بالظبط. شفت بقى ازاي؟ طيب.